فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: هل يجوز للإمام أن يدعو ويخص نفسه بالتشهد الأخير أم لا بد أن يدعو؟ الدعاء الذي يسمع مثل دعاء القنوت لا بد أن يأتي بضمير الجمع، أما الدعاء الذي لا يسمع يخص به نفسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.